تعال نروح للدولار، قصة جديدة للدولار، قصة لمواطنة مصرية قاعدة في بيتها فكرت تحجز من على الشركة الوطنية مصر للطيران، جابت الفيزا كارد بتاعتها وفتحت الموقع وحجزت، عايزة تطلع بقى من القاهرة لدبي، من القاهرة لبيروت للرياض، هي حرة يعني معاها فلوسها بتدفعها في بلدها بكارتها اللي من بنك مصري لشركة مصرية، أكيد هتدفع بالعملة المصرية. لكن المفاجأة إن الشركات المصرية الوطنية ما بتعبرش وما بتحترمش الجنيه المصري، كله بيقف تعظيم سلام بس للأخضر، إنما التاني اللي حلوح أبو مدنة تقريبا كده راحت عليه. شوف الفيديو وحضرتك هتفهم إيه الحكاية بالظبط لما تسمعها من صاحبتها. يا مصر مساء الخير يا حبيبتي يا ام الدنيا، دلوقتي انا عايزه اسافر. طبيعي اللي بيسافر بعايز ايه؟ عايز احجز طياره. عملت تشيك على الكارد بتاعي ودخلت على موقع مصر للطيران، كل مره استخدم فيها الكارد يكتب لي ديكلايند. طب ليه؟ لمت البنك قالوا يا بنك انا بحاول احجز طياره السفر بتاعتي وموضوع ايمرجنسي مش مستحمل الله يبارك لك. ايه حضرتك الطياره دي باكتر من 250 دولار؟ تقولوا دولار؟ انا بحجز على مصر للطيران بالجنيه المصري عادي. قال لي لا، غالبا حتى لو مصر للطيران فهو بيحسبها بالدولار وبيعمل لك عمله حاجات كده فوق مستوى الطالب العادي. المهم قال لي الطياره دي باكتر من 250 دولار، قلت مش هيسحب معاكي. قلت له 250 دولار ايه يا مؤمن؟ هو في طياره دلوقتي 250 دولار؟ والله يا فندم ما اعرفش، بس هو الليمت 250 دولار. يا فندم انا حاجز مصر الطيران وهسعى بالجنيه، ليميت 250 دولار. بس ما تهيئش ان هم بياخدوا بالدولار، يعني الشركه المصريه تاخد بالجنيه المصري؟ ما اعرفش يا فندم الليميت 250 دولار. طب العمل الليميت 250 دولار، حضرتك ممكن تغيري المكان اللي انت رايحاه وتشوفي مكان التذكره فيه اقل 250 دولار. بجد قال لي انت متخيل الناقل الوطني المصري بيتعامل بالدولار؟ فالست لما استغربت وكلمتهم قالوا لها اصل انت اكيد بتحجزي تذكره اكتر من 250 دولار. طب انا بحجز في مصر على مصر للطيران بفيزا مصرية ممكن ادفع بالجنيه؟ لا، وهتدفع 14% فرق عملة. طب انا عايز اروح المكان اللي هي رايحاه، او انا رايحة او انت رايح تسافر، التذكرة هناك ب 200 اللي انت عايز تحجزها دي بما يعادل 255 دولار، ينفع؟ يقولك لا، شوف لك حتة تانية تكون اقل من 250 دولار يا اخي. طب حضرتك انا عندي مشكلة في الرياض، عايز اروح احل حاجة حصلة في الرياض او في دبي، يقول لك لا ما تاخد تذكره لطرابلس، طرابلس ب 240 ارخص. وهنا خد بالك ان الناقل الوطني الشركه الوطنيه المصريه هي اللي بتحط من قدر الجنيه، وان بدايه استخدام الدولار في كل المعاملات هيوصلك لمرحله لبنان، وده مش في مصلحه الاقتصاد المصري. مين اللي بدا كده؟ لعم خليل بتاع الفول ولا عم جرجس بتاع البقالة؟ لا، اللي بدأ كده شركات وطنية بدأت تتعامل بالدولار مش بالجنيه المصري. ليه؟ ما تفهمش، ده اللي خلى لميس الحديدي بتقولك التشوه في الأسواق لا يمكن أن يستمر، من سعر السكر لسعر تذاكر الطيران لابد من سعر صرف واحد، وإحنا بالنادي بسعر صرف واحد. إنما سعر الصرف اللي بالعافية وبالقوة وبالجبر عايزين تعملوه غير سعر الصرف الحقيقي، ده أحلام. لأن السيسي وإعلامه وأمنه وشرطته وجيشه وكل الناس دي مش هتعرف تصلح الاقتصاد، الاقتصاد مشاكله بتتصلح بحلول اقتصادية مش بالعافيجية ولا بالأمنجية ولا بالمطبلاتية. اسمع واحدة من المطبلاتية بس بتقول حاجة في صالح الشعب، وإحنا أي حاجة في صالح الشعب بندعمها. قضية سعر الصرف وإنه هي دي قضية مهمة زي التضخم ولابد من إيجاد حل لها، كل القضايا اللي احنا بنشتغلها دي النهارده معظمها لها علاقه بالنقد الاجنبي، سواء الكريدت كاردز، المدارس، نتكلم بقى على مصر للطيران والحجز بالعمله الصعبه. وانت حدك في الدولار، انتوا عارفين طبعا حدود الدولار في مصر، استخدام الدولار كام؟ 250 دولار يا حلاوه، اللي هم يعني في 50 واعلى حاجه انت لو بقى بريميوم ومعاك جولد وحاجات كده من الكبيره قوي بلاتينم بقى ولا الحاجات دي، يبقى 250 دولار تستخدمها في مصر. طبعا 250 دولار دول ما يحجزوش تذكره طيران للغردقه. يعني يا بريميوم انت مافيا يا جامد، لازم تبقى بريميوم يا جماعه علشان تعرف تحجز، عشان تعرف تعيش في بلدك. احنا تقريبا جايين نهزر والله. طيب عموما عشان اكون يعني من باب الامانه والمهنيه، خلونا نشوف مصر للطيران وضحت وقالت موضوع العمله، هم ليه بيصدروا التذاكر بالعمله الصعبه بالدولار. مصر للطيران تصدر توضيح بشأن بيع التذاكر بالدولار بعد الفيديو بتاع المدام المصرية أو السيدة المصرية الفاضلة. قالت إيه بقى في التفاصيل؟ هنشوفها مع بعض اللي أوردتها العربية.
قالت انها لا تصدر تذاكر طيران داخل جمهوريه مصر العربيه بالعمله الاجنبيه، وذلك في ضوء ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشان قيام شركه مصر للطيران باصدار تذاكر طيران داخل مصر بالعمله الاجنبيه وليس بالجنيه المصري. وذكرت الشركه انها تلتزم بتطبيق كافه التعليمات الصادره من سلطه الطيران المدني المصري والتي تنص على بلا 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 كلام. الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان السيده الفاضله السيده المصريه راحت تحجز من مصر بفيزا مصريه وكلمت خدمه العملاء بتاعت حضراتكم فقلت لها ايه؟ انت كده بتحجزي بما يزيد عن 250 دولار. طيب يعني هنقول ايه؟ انتوا بتقولوا بيانات وهي بتقول واقعه، مين الصادق فيكم؟ ادي الجمل وادي النخله. قالوا الجمل طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله. نخش يا جماعه، خشوا كده حاولوا تحجزوا يا جماعه على مصر الطيران وشوفوا. لان انا عن نفسي احيانا كنت بحجز على مصر الطيران او بشوف ناس بيحجزوا على مصر الطيران بس كان من بره، فكانوا بياخدوا بالدولار ما كانوش بياخدوا بالجنيه المصري. والله عن تجربه شخصيه قدامي، الناس كانت بتحجز للناس قرايبها وكده من مصر الطيران فكانوا بياخدوا منهم بالايه بالدولار، فكنت بقول يمكن عشان بيستخدموا فيزا بنك مش مصري حاجه من بره. انما الموضوع يوصل انك جوه مصر بتحجز من مصر الطيران بكارت مصري فيقول لك لا اصل اكتر من 250 دولار، فتتصل بيهم يقول لك لا غير الوجهه اللي انت رايحها. وبعدين تكتفي يعني انا هقتنع بقى ان انت عملت لي بيان؟ طب وزاره الداخليه كل يوم بتعمل بيانين ثلاثه خمس ست بيانات نفي، يعني اصدق؟ تعالوا كده عشان عملنا تجربه دلوقتي، حاولنا نحجز من الغردقه للرياض صح؟ طب ورينا كده عشان بس نعرف مين الصادق، السيده المواطنه اللي انا يعني لامس صدقها ولا البهوات بتوع مصر للطيران اللي قالوا لا احنا بنحصل في مصر بالجنيه المصري. بص يا سيدي، ده موقع ايه؟ الموقع الرسمي لايجيبت اير الطيران المصري اهو. خلاص احنا عايزين ناخد رحله من الغردقه للرياض، الرقم قدام حضرتك بكام يا فندم؟ عشان تطلع يوم الاثنين 19 فبراير بكام ده؟ 101 دولار ذهاب، 101 دولار صح كده ولا انا غلطان؟ مش ده بالدولار يا جماعه؟ مش ده بالدولار؟ اه 181 دولار، معلش 181 دولار تطلع من الغردقه وتوصل مطار الملك خالد على رحلة ايجيبت اير مصر للطيران ام اس 200257 صح؟ شايف كويس انا كده؟ شايف اهي اللي على اليمين تحت، اهي مطار الملك خالد الدولي ام اس 257 الرحلة اهي يا جماعة، وقدامكم اهي الاسعار، كل الاسعار ايه؟ 186 دولار، 265.52 سنت دولار، كله بالدولار مفيش حاجة بالمصري. اظن يعني الجماعه بتوع مصر الطيران محتاجين يطلعوا يقولوا لنا ايه ده، ايه التسعير ده يا جماعه؟ دي من الغردقه للرياض تمام. هل تحتاج مزيد من الوقت للتفكير؟ لا احتاج مزيدا من الوقت للتفكير، فقد ثبت امامي ان الشركه الوطنيه الناقل الوطني المصري يسعر الاسعار السلع أو أسعار الرحلات بالدولار الأمريكي وعليه العوض ومنه العوض.